صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا وعلى جدك وأبيك وأمك الزهراء يا وأخيك المجتبى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة من النار يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أوهن عليك فما استطعت تصدهم لما أتاك بنو الضلال غضابا يا نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك توبخ الأصحاب يا أوما درى المسمار حين أصابها يا من قبلها قلب النبي أصايا فيها محسن أي ملقا ومن هالت عليه ترى ضربني ومن ضربته للقاع ذبني يا وما عرف ابويا وما سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وفي قول آخر: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا الحديث المروي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ودع فيه الأمة، يشير إلى قضية احترام العترة والطاعة للعترة الطاهرة، ويدل على احترام فاطمة صلوات الله عليها. طبعاً في حياة فاطمة الزهراء مجموعة من المحطات، نقف على بعض منها بعد مقدمة. المقدمة: لو أردنا أن نتساءل متى تكونت العترة الطاهرة، متى نشأت هذه العترة اللي كان النبي يوصي باحترامها؟ والله تبارك وتعالى حينما يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه الطاعة والامتثال لأمر هذه العترة لابد أن نعرف متى نشأت وتكونت، فيأتي الجواب أنها نشأت وتكونت بولادة فاطمة صلوات الله عليها. ولادة فاطمة الزهراء تعبر عن ولادة الأئمة، ولادة فاطمة الزهراء تعبر عن الامتداد الرسالي لرسالة النبي محمد صلوات الله عليه. كيف أننا نقول وما هو الدليل على أن الزهراء سلام الله عليها هي المحور الأساسي لنشأة العترة وكيان العترة؟ إذا ماكو الزهراء ماكو عترة؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى أشار في القرآن كما أسلفنا وذكرنا في محاضرات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهنا حينما نجي نقرأ نقول أن ولادة الزهراء هي منشأ العترة، زواج فاطمة الزهراء شنو كان؟ منشأ العترة من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ولادة الحسن منشأ للعترة، ولادة سيد الشهداء. فنجمع أن هذا الحديث بالمفهوم يدل على مصاديق هذه الأفراد، مصاديق العترة من هم؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين بلا ريب. هذا قول من؟ قول الشيعة؟ لا، قول أبناء العامة، أن الروايات التي وردت ونقلت هذا الحديث المتواتر من زمن رسول الله إلى يومنا هذا يحمل موضوع العترة ويحمل فكرة الامتداد، سوف يعود الإسلام على يد العترة بيد رجل من آل محمد صلوات الله عليه، وهو الإمام المهدي. فإذا جينا إلى أن نشأة العترة وأن هذه العترة
تكونت بولادة فاطمة صلوات الله عليها وهي المحور الأساسي، فهنا نجي إلى روايات أبناء العاميرون ويقدسون هذه العترة، فنجي إلى ممكن نقرأ محطة محطة من حياة فاطمة صلوات الله عليها وبطريقة سهلة. كل إنسان مسلم تابع للنبي صلوات الله عليه، يؤمن برسالة النبي، يؤمن بالعترة الطاهرة، عليه أن يسلسل هذه المفاهيم في ذهن، وهو المفهوم الأول عصمة الزهراء. عصمة الزهراء صلوات الله عليها، لأن الزهراء لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، فضلها وكرمها وشرفها، وهي لها علاقة خاصة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك أن أول ما تروي روايات العامة يأتون إلى موقع الزهراء صلوات الله عليها. موقع الزهراء في التشريع الإسلامي، بمعنى أن الشريعة الإسلامية أقرت لفضل فاطمة صلوات الله عليها، وإذا أقرت لفضل فاطمة الشريعة الإسلامية بمعنى أنها حلت محل المعصوم، وإذا حلت محل المعصوم يجب الإيمان والطمأنينة والأخذ بأقوالها وأفعالها وتقاريرها. إيش قال واحد؟ قال شيخنا شلون تقول هالشكل؟ أقول لك الدليل واضح، لأن النبي قال أن فاطمة روحي، ما قال فاطمة هي بعيدة عني، قال فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني. ليس أنه من باب يقول يابا احتزوا بهذا الشخص، لا، يقول احتزوا بمن؟ بالامتداد الرسالي، قبل أن يقول احتزوا بفاطمة شخصاً. طبعاً أنه يجب أن تحترم، وهي محترمة من قبل العامة والخاصة. ولذلك أن الزهراء صلوات الله عليها إذا عرفنا وفهمنا أن أقوالها وأفعالها وتقاريرها هي كانت شنو؟ معصومة. لأن المنبع وين جاي؟ منين؟ إجا المنبع من الأدلة القرآنية. هسه احنا هنا عندنا، وإن كان أكو فد اختلاف في هذه الآية السورة أو الآية عفواً، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول لأنها اختصت ببعض نساء النبي، لكن بالخصوصية حينما جاء النبي وأراد أن يطبق على المصاديق في الخارج، من هم الذي خصتهم الآية؟ أولهم فاطمة وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليه. رواية ترويها أم سلمة، يقول أنا سمعت النبي يدور في مسلك الدار، يمشي يعني، ويقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقلت أنا من أهل البيت يا رسول الله؟ قال لا، أنت على خير ولكن لست منهم. هاي خصوصية لهؤلاء الأطهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دليل ثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. وما وجدت رواية وتفسير على خير البرية إلا وينطبق على علي وعلى فاطمة والحسن والحسين. ثم جاء الثاني، الدليل الثالث في القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
ابن عباس يقول احنا قلنا خاف تصادر جهود اهل هذا، شنو اهل هذه الايه تخص من؟ وضح لنا يا رسول الله. قال انها تختص بعلي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليه، بمعنى ان الطاعه. هسه اكو ناس الان حينما يسمعون هالنداء، والله هذه الدنيا، هذه السماء، هذه النجوم خلقت لأجل محمد وآل محمد. وكل ما نتمتع فيه من حريات ومن جماليات ومن الآن عيش رغد، كل بفضائل أهل البيت صلوات الله عليهم وبنعمة أهل البيت. وما جاءت كلمة نعمة في القرآن إلا وتعني العترة. والزهراء صلوات الله عليها المحطة الأولى، ولو تحتاج إلى شرح أكثر، وهذه المحطة وهي محطة العصمة والنزاهة اللي أعطيت للزهراء من قبل الله تعالى ومن قبل النبي والأئمة الأطهار والصحابة، أي المحطة الأولى. المحطة الثانية دور الزهراء في العبادة. العبادة تحمل معنيان، المعنى الأول هي العبادة العامة، والمعنى الثاني العبادة الخاصة. العبادة العامة شنو؟ تجمع عطاء، مثل إنه الإنسان يعني عنده فد مواقف، زيارة المرضى، يعني مثلا الزيارات، شكو شيء صالح أو عمل حسن حتى سقي الماء، هذا شيء يطلق عليه من العبادات. كل ما يقصد الإنسان القرب لله تعالى، يتقرب بشيء إلى الله، هذا يطلق عليه عمل عبادي، عمل عبادي يتقرب فيه الإنسان لله. والعبادة الخاصة هي الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي يطلق عليها العبادة الخاصة. تجسدت هذه العبادة بالمفهومين بالمعنيين، تجسدت بفاطمة صلوات الله عليها. كيف أننا نقرأ هذه العبادة؟ إذا جينا نقرأ، ممكن إنه إذا أذكر لكم ماكو واحد الآن يسمع صوتي ويقول إنه أنا، الكل الآن يعلم كيف تقف فاطمة الزهراء بالمحراب وتدعو الله. كيف تقف السيدة الزهراء بمحرابها وتدعو بدعاء طويل؟ كيف تقف الزهراء وتصلي ركعتين لله وتقرأ في الركعة، كل ركعة بعد الحمد 50 مرة تقرأ قل هو الله أحد، وتدعو الله تبارك وتعالى؟ كل الناس الآن يعلمون أن تسبيح الزهراء هو برنامج من النبي علمه علما للسيدة الزهراء. هذن الركعتين اللي ذكرتهن إلك وتسبيح آخر علمها جبرائيل. هذا شنو أريد أجمع، وأريد أن إنه شنو أقول، الناس كلها الآن تعلم بأن فاطمة كيف تقف في المحراب، لأنها تربت وين؟ تربت بتربية العبادة، مو تربت عند إنسان بسيط ما ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الزهراء صلوات الله عليها. لكن نجي إلى العبادة، هل هي تقتصر العبادة فقط على الصلاة، أداء الصلاة، أفعال الصلاة، كيف الإنسان يصلي؟ لو لا، تمتد الصلاة لمفهوم آخر، بمعنى أن تكون الصلاة لها معكوس على شخصية الإنسان، تغير يوم بعد يوم، في هذا اليوم يختلف عن اليوم، مو الإنسان يتراجع. واليوم أيها الأحبة
إذا أردنا أن نقرأ ثورة فاطمة في المفهوم العبادي، الآن فاطمة الزهراء هي الثورة الإسلامية. أكو ناس يقولون كل سنة أنتم شنو الآن تقيمون الأيام الفاطمية؟ من خلال منبر فاطمة نبين أشياء، لأن المنهج في ثورة فاطمة الزهراء يحمل القيم الإسلامية. وأول قيمة قيم العفة، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. العفة أيها الأحبة، كيف بكم إذا فسدت نسائكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ أيكون هذا يا رسول الله؟ عقولنا الآن موجودة ويكون هذا ونحن نصلي وفي مساجد وفي وفي، والآن يحل هذا بنا؟ نعم، الآن إحنا لا تصير عندنا ازدواجية بين منا نقول ويا أهل البيت، ومنا عندنا ازدواجية أخرى ويا المستشرق ويا الغربي ويا الإنسان اللي كان ما يحب أن يكون الإسلام موجود. لا تجمع بين الاثنين، إما أن تكون مسلم، والمسلم عليه أن يتحلى بالقيم الإسلامية. وأول ما أكون أوجه كلامي علما إلى الجامعات، إلى الكليات، إلى المعاهد، الآن نتحلى بمن؟ بالملابس الإسلامية، نتحلى بالكلام الإسلامي. مو هيك لو لا؟ شو تقولون أنتم؟ هذا الكلام مو صحيح. إذا تمشي أنت الرجال الكبير المؤمن المعقل المعمم، أي إنسان يمشي يذهب إلى الجامعة ماذا يرى؟ هل هو دور إسلامي تقبل الزهراء هيجي؟ يعني المرأة الآن الموجودة خليها تقرأ منهج الزهراء صلوات الله عليها. منهج الزهراء ما هو؟ النبي خطيب على المنبر وطرح سؤال، ما هو أفضل شيء للمرأة؟ فأجابت فاطمة ألا ترى الأجنبي ولا يراها. قال فاطمة بضعة مني، يعني كأنها الناطق ياهو رسول الله صلى الله عليه وآله، بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. الإنسان ترى لي سيء الأدب وما يتحلى يعني السيرة الإسلامية يؤذي الزهراء من حيث لا يدري. الآن أيها الأخوة، غزو ثقافي موجود في الجامعات والمعاهد والكليات، هذا غزو للشباب، المحيط أيضا عليه غزو. فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا تقول المؤمن هذه مسؤوليته، لا، مسؤولية الجميع. لأن يوم اللي حددوا أهل البيت، أقرأ الآن كتب أهل البيت كيف أنهم ينهون عن المنكرات. هذا الشيء الموجود الآن، ما أكو فد أي أشياء ممكن أنه في المنبر ما أريد أذكره، لكن أقولا على اللي ادعوا أن يكون الدستور صدر الدستور ألا يسن قانون مغاير للثوابت الإسلامية، هيك لو لا؟ لو أنا مشتبه، ألا يسن قانون يغاير؟ شنو يعني؟ بس اللي مخلي له جنسية مسلم هو لا يصلي ولا يصوم؟ هيك لو كنا إحنا الآن نتحلى، لأن كل مرأة، كل يعني شاب وشاب الآن ينتمي إلى الزهراء يجب أن يتحلى بقيم السيدة الزهراء صلوات الله عليها. قالت صلوات الله عليها أن لا يراها الأجنبي ولا ترى الأجنبي، والمرأة عن صادق العترة يقول صلوات الله عليه، مرأة جاءت في زمن رسول الله، زوجها سافر، ماكو لا موبايل ولا انترنت ولا تواصل، وشلون تتصل بزوجها؟ هسه الآن كل هذا الآن موجود، وأكو مخالفات للمرأة. زين، إجت للنبي قالت له يا رسول الله زوجي
سافر، وأنا أخبروني بأن والدي مريض وطريع على الفراش وريد أزوره. قالها ارجعي إلى بيتك وأطيعي زوجك. رجعت جاها الخبر، قالوا لها والدك يحتضر وهو اللي طلب أن تحضرين. اجت للنبي قالت يا رسول الله أبويا طلبني وأريد أحضر له وأودعه. قالها ارجعي إلى بيتك وأطيعي زوجك. إلى أن جاءها الخبر توفى. قالت يا رسول الله أريد شيء حالي حال الناس. قال ارجعي إلى بيتك وأطيعي زوجك. ولما رجع الزوج من السفر جاء النبي إليها إلى بيتها، قال بارك الله فيك، إن الله غفر لك ولوالدك قبال ما طعت زوجك. بس احنا هاي ما تتطبق، ما تتطبق هاي، وكأنما شنو في الآذان وقر نقول يعني، بس اكو اشياء يجب ان نطبقها. يعني مرأة ماكو حجاب والإسلام دا يطرق على راسي وعلى راس الجميع، الحجاب الحجاب الحجاب، احنا عليه من نقدم يعني، راح الآن نقدم ضحايا من اجل شيء اسمه الإسلام. لو واحد يروح بعيد ايام الفاطمية نهضة نهج الفداء والولاء لمن؟ للإسلام. فإذا الدور العبادي فيه مفاصل. يعني الآن مثلا لما نقرأ في حياة جعفر الطيار، في حياة أبي طالب، في حياة الحمزة، في حياة السيدة الزهراء، في حياة تقول رسول الله رسول، تقول الإمام علي إمام معصوم، في حياة هؤلاء الصحابة يقول كل صحابي انتهج من نهج رسول الله، تعلم من رسول الله بما فيهم السيدة الزهراء نهج. جزء من العبادة هو شنو؟ تفقد المستضعفين، فقراء، المساكين. وهذا ليس شيء يعني على الإنسان يكون غريب، لأن هي وصية النبي هكذا، وصية أمير المؤمنين هكذا. هذا هو الدور العبادي. والدور الثالث والنقطة الثالثة في حياة السيدة الزهراء صلوات الله عليها، نتساءل وين نشأت الزهراء؟ في أي بيت تربت نشأت ترعرعت؟ في بيت النبوة، في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقدر واحد يجي يقول أنا شفت جبرائيل؟ نقول له كذبت، أنت بيتك بعيد، شلون شفت جبرائيل؟ إذا قالت السيدة الزهراء أنا رأيت جبرائيل، شو نقولها؟ نقولها صدقتي، لأن بيتك شنك؟ هو محل جبرائيل. الحسن صلوات الله عليه من قال للشامي، قال له بعد ما قال له إذا كنت محتاج، لأن هو أساء للإمام في المدينة بالشام ومعلمين شلون يسيء الأدب علما لآل محمد. الآن أكو معاهد، أكو مدارس في دول إسلامية تعلم كيف نصب العداوة لآل محمد. شلون تنصب العداوة لآل محمد؟ مع الأسف الشديد وهو منبع الإسلام من آل محمد، حتى نصلي الآن بذكر آل محمد صلوات الله عليه. هذا الشامي مدرسينا قال له من تشوف واحد من أولاد علي بن أبي طالب سيء الأدب أضربه شتمه لأنك تتقرب إلى الله، مثل الآن اللي يجي يهدم بيت، يقتل عائلة، يقتل ناس مستضعفين، يفجر ناس مارة، يقول أنا رايح النوشني لباله هو هالشكل، هذا تقرب، ما يدري هذا إلحاد وكفر، وهذا هو المحارب بعينه. فبالتالي أيها الأحبة، هذا الرجل اجى احتدى على الامام، والامام ببروده رجع له وصلى له ركعتين، والنبي اجى زاره قال له انت خاف محتاج، خاف كذا، احنا عندنا دار، النجاه، عندنا اموال. قال له يا ابن رسول الله، الله يعلم حيث يجعل الرساله، هو ما ينطيه هيجي، انا ترى كنت بالشام وما ادري، وعلموني شلون انه انصب العداوه لكم، اعذرني. قال له تعال وياي خليني اشوفك شيء ما شايفه. شوفه وين؟ قال له هذا زغب جبرائيل في دارنا، جبرائيل اللي نزل بالقرآن على صدر المصطفى يقول للحسن هذا مكان جبرائيل. منو اللي يقدر؟ منو اللي يقدر يقول هيج؟
ما يقدر واحد أسلم بعد النبي بعشرين سنة وأنت تقدر إنه الآن تقول هذا صادق والعترة تقول عنها لا مو صحيح، هذا مو صحيح الكلام. فالزهراء نشأت وترعرعت وين؟ ببيت النبوة. هسه هذا مفهوم بعد كل واحد يعرفه صح لو لا؟ نشأت وترعرعت وين؟ ببيت النبوة، وتغذت من لبن خديجة سيدة النساء، واهتمت بها خديجة. أسماء تقول أنا، أسماء بنت عميس تقول أنا شفت خديجة تبكي فقلت لها من مثلك، لأن أنت زوجة النبي ومبشرة في الجنة، تبكين على من؟ قالت والله ما أبكي على الموت، لأن الموت دنا منها. قالت ما أبكي على الموت، على من تبكين؟ قالت أبكي أن المرأة، أن المرأة ليلة الزفاف تحتاج إلى أم تواسيها، وأنا أبكي على الزهراء لأن الزهراء راح تفقدني. فالزهراء أول ما فقدت ولاقت شنو؟ حنان أمها الزهراء. ثم نجي بعد نقرأ أكثر. الزهراء شافت شنو بعد؟ الزهراء شافت يوم أحد، حضرت إلى أحد، شافت المعركة، شافت النبي شلون انجرح، وهي الأم لرسول الله، وهي البنت لرسول الله، وهي المواسية لرسول الله، ضمدت جراحات لأن النبي انجرح في هذه المعركة. حضرت المن لأحد، حضرت وين الزهراء صلوات الله عليها؟ حضرت أيام الهجرة أو الهجرتين عاشتها، حضرت الهجرة وهاجرت. شنو سبب الهجرة؟ مضايقات لو لا؟ الزهراء كانت ترى بعينها النبي يقرأ القرآن في حجر إسماعيل، وهذول يضربون بالحصن، ذول يضربون بمن؟ بسلة ناقة، ذول يضربون ويؤذونه، حتى قال ما أذي نبي مثل ما أذيت. والزهراء صلوات الله عليها كانت تعيش هذه المأساة صلوات الله عليها. بعد الزهراء سمعت زعقات الرجال حينما طوقت الدار. خلي ببالك شيء هذا، حتى هذا يسمع الإنسان البعيد اللي مغطي الإعلام الكاذب، الضبابية والإعلام المغطى اللي هو ظلم أهل البيت، ما يدري خطية شنو السالفة. الزهراء تسمع زعقات من؟ رجال من؟ رجال الكفر أحاطوا بالدار، والله أنقذ النبي صلوات الله عليه، أمره أن يبيت الإمام في فراشه ويغادر الدار. هاي القضية موجودة عند المسلمين لو لا؟ احنا كل احنا نؤمن بها لو لا؟ موجودة لو ما موجودة؟ فبعد ما يحتاج ان الزهراء موجودة في الدار تسمع. في حياة النبي شافت اللوعة، إلى أن يوم جاء وداع النبي صلوات الله عليه. إيش قال النبي؟ يا فاطمة لا تبكين علي بالجزع، قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنت إذا تؤمن وياي بعهد رسول الله بأن الزهراء عاشت المحن، وأنت وياي الزهراء بعد وفاة النبي تغيرت لو بقت هي الزهراء، شو تقول؟ هي الزهراء ها بقت؟ فإذا إذا بقت هي الزهراء صلوات الله عليها، هم سمعت نداء، نفس النداء، نفس النداء، وهو في بابها، في باب فاطمة صلوات الله عليها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على غير محمد. الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة النبي حزينة، حقها إذا كانت حزينة، يقول تجلس خلف الباب لأن ما تريد أحد يشوفها، تجلس خلف الباب
وتجيب الحسن والحسين تقولهم انظروا إلى طريق النبي، جدكما منا يجي يروح منا إلى المسجد. هي كانت إنه يوميا تعقد مجلس، مجلس البكاء والألم والحسرة على النبي. إيه وتقول شعري يقول، تقول عنوة بكثر هضم اعتنيتك بوي، وبمسجدك شو ما لقيتك. ها مو سهلة عليها، ها عظيمة. بويا عنوة، إيه عنوة بكثر هضم اعتنيتك بويا، وبمسجدك شو ما لقيتك بويا، حاضر تمنيتك تمنيتك، وتشوف الجرى وصار بأهل بيتك. شنو اللي صار سيدتي؟ أضرمت النار بباب الدار. يا يابا يا يابا يا يابا، بالنار بالنار تحرق دار الأطياب الأطياب الأطياب. يا ابو مصاب يا عظمه من مصاب، عظم الزكية يا بعتبة البايا، يا يظلمونها يظلمونها، وبسمار تنصاب تنصاب تنصاب، إلك تلتفت يا داحي الباب، إلك تلتفت يا داحي الباب، أو تنخاك يا حضرة الغياب. يا يابا يا يابا يا علي، اسمع ونين والعتاب والعتاب والعتاب، أخبرك محسن سقط يا معتبة الباب. يا أخبرك محسن سقط يا معايا يا عتبة الباب. آه آه على وين على وين صاحت، على وين صاحت، على وين تحشم ببوها وتجري العين. يا ياب تجري العين على وين من صاحت يا ابو حسين، يا ابو حسين دهاني دهان ودهاك، ويطلب بدين دين سيفك من آية لوح والبين والبين، على هضمتي ايش صبرك هالحين. اريد منك انينها والله، على وين من صاحت عليه وين. ايه تحشم ببوها وتجري العين. ايه والله على وين من صاحت يا ابو حسين. والله دهان ودهاك ويطلب ابدا. هاي الآه على الزهرة، ها مو خسارة، قول آه. والله دهان ودهاك ويطلب ابدا. والله سيفك من آية لوح والباء. والله على هضمتي صبرك هالحين.
الشمعة وين نوجه الآه على الكسرة وضلعها ضلعها وسقط الحمل والحق من أحد من حياي والله ومن العظم يسجب دمعها دم حياي تناد ببوها ولا سمعها آيات تناد ببوها ولا سوين نشكها سيدي يا أبا صالح أنت تحضر كل تعزية ومن تسمع بهذا الصوت على جدتك فاطمة أخبارك والله ماتت أخبار أمك يا غايب ليك ماتت ماتت وهي له روش قلب المحب كلكم تحبون الزهراء يا أبا وهي له روش قلب المحب ماتت وحق جدك وابوك الطهر مات آيات ودم الضلع يجرى على الوطي آيات ودم الضلع يجرى على مسرج دقوم تخيله قوم خذ ثارك يا بين عقد الولا والله قوم واقصد للبقيع وناشده وصيح دلونا على قبر الوالد وصيح دلونا على قبر الوالد والله والضلع من جبره ومن ضمده والضلع من جبره ومن ضمده وقبل كل شيء الباب قصده وسايله يا أبا وقبر أمك لو نويت تودع شنو قال وقبر أمك لو نويت تودع تلقى يمه هناك قبور أربعة الله مظلومة يا زهراء تلقى يمه هناك قبور أربعة وكل شخص منهم كبته مقطعة صار عندك تصور كم مرة أحرقت ديار آل محمد أحرقت دار الزهراء وأحرقت دار الصادق بعد وأحرقت دار الحسين وزينب سلام الله عليها من شبه والنيران فرت كل العيال والله من شبة والنيران فرت كل العيال بس العقيلة تحطمت وربات الإدلاء تصرخ بعال الصاد طايح وين يا حسين خدر انهتك خويا وانت غياث المستغيثين ألا يا كرام الحي غبتم بجميعكم وخلفتم بالطف تبكي نسائكم يا الله اللهم أني أسألك وأدعوك بحق فاطمة يا الله
بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. شافي وعافي مرضانا يا الله يا الله. شافي وعافي مرضانا واقضي حوائجنا يا الله. اللهم انصر جيوش الإسلام والمسلمين، ونكس رايات الكفر والمنافقين، واشغل الظالمين بالظالمين، وانصرنا وأيدنا منصورين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم انصر قواتنا الأمنية يا الله والحشد الشعبي. اللهم انصر المجاهدين واخذل البغاة الدواعش المنافقين. اللهم من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد يا الله. انصر المجاهدين واحفظ مراجع الدين يا الله، واحفظ المؤمنين شيعة أمير المؤمنين. إلهي فرج عنا وارحمنا وارحم أهلنا الماضين، لذا نهدي ثواب المجلس إلى روح النبي وآل النبي.